نحن اليوم نتشرف في هذا اللقاء الجميل معك وبحضورك وتواجدك وأنت إضافة جميلة لنا يا أخوي جيلاني. وفي هذه الفقرة فقرة جود هي تتكلم عن الأوقات عن الحالات الصحية في جمعية تكامل الصحية. نجتهد ونحن مشاهدنا الكريم في تغطية هذه الفواتير والحالات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سبب خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى بعض الحالات الحرجة في جمعية تكامل الصحية، نتمنى طبعا الشباب قسمناهم أخوي جيلاني على مجموعتين، هم مجموعتين، مجموعة لوليد البحيح ومجموعة العمر بن هذال العتيبي، فريقين، وكل فريق ما متبني حالة، وكلنا بإذن الله نسعى لإكمال هذه الفواتير. بالأمس كان معي ضيفي الدكتور علي الشمراني، ظهرنا من الجماعة يا شيخ. أي نعم، جيلاني. الدكتور علي الشمراني رئيس جمعية تكامل الصحية، وتكلمنا صراحة وأسعدنا وأعطانا بعض المواقف التي كانت جدا جدا جميلة وترفع الرأس في مساهمته في عمله الدؤوب وحركته، وأعطانا قصة صراحة بالأمس كانت من أروع ما سمعت. يقول: كان عندنا امرأة وكان عندها حالة حرجة، فيقول: أنا دخلت المستشفى وكنت أتكلم مع الريسبشن في المستشفى وأتكلم، كانت حالة العملية تقارب 545,000 ريال. يقول: وأنا أتكلم مع الريسبشن وأقول له ابدأوا في العملية وأعطوني مهلة شهرين. يقول: في واحد كان موجود وعلى كرسيه وكان عنده كذلك جالس يراجع، سووا له عملية زايدة وجاء أحد العضلات جاء عنده فيها، أعطاني والله الحالة، لكن الشاهد أنه كذلك هذاك مقعد على الكرسي ما يستطيع يمشي بسبب خطأ طبي في عملية الزايدة. فيقول: هو جالس يسمعنا وأنا أتكلم وأنا ما أدري من يكون هذا الشخص. فإذا هو يقول رجل من رجالات الأعمال ورجل أعطاه الله المال الكثير، قال: يا هذا وش عندك؟ قال: والله أنا عندي حالة المرأة تبغى تسوي عملية، والعملية تكلف مبلغ كبير وعسى الله يسهلها. قال: وش أنت؟ أخوها، ولدها، أبوها، عمها؟ قال: أنا تبع جمعية تكامل. يقول: أعطيته بطاقتي وأعطيته تصريح الجمعية زي كذا. قال: اعتبر أن الحالة مقفلة. ما شاء الله تبارك الله. قال: أنت من؟ قال: اعتبر الحالة مقفلة. يقول: سدد الحالة في نفس الوقت، ما شاء الله، 545,000، هنيئا، فوق نص مليون. يقول الرجل هذا: يقول أنا من رجال الأعمال ولعل الله سبحانه وتعالى أقعدني حتى أبدأ أفتح عيني وأشوف حالات الناس. يقول: كنت من أول ما أتصدق، ولكن الآن هذه أول حالة أتصدق. فيقول: تمت العملية وشفاها الله. يقول: بعد فترة طلع معنا دكتور ضيف عندنا في القناة، فيقول: اتصل علي، قال: أنت في قناة الواقع طالع عندك بعض الحالات؟ قال: نعم. قال: أبغى حالة جديدة أبغى أنا أدفعها. قال: أبشر عنك، قال: أنا تغيرت 180 درجة، الآن أنا ترى أمشي وأحسن منك. ما شاء الله. قال: كيف؟ يقول: والله ما صدقت. الله أكبر. قال: من بعد ما تصدقت الله سبحانه وتعالى رد لي المشي على أقدامي، والآن أنا أمشي أحسن منك. يقول: رحت له في مكتبه وناظرته وسلمت عليه وعطيته حالة وغطى الحالة. صراحة أمس لما سمعنا هذه القصة، ليست على الله بعزيز أن تعطي، والله جل جلاله عنده كل شيء وسهل عليه كل شيء ولا يعجزه كل شيء. فرد العافية لبدن هذا الرجل الذي تصدق وأعطى. تعليق أخوي جيلاني على هذا القصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وجدد ترحيب بك وبالشباب اليوم، بالمشاهدين والمشاهدات. شوف يا جماعة، اللي يتعامل مع البشر دائما يتعامل بالمقابل، مع البشر دائما التعامل بالمقابل، إيش تعطيني وإيش أعطيك، وليس في ذلك ضير ولا عيب. تبادل المصالح، إذا كانت المصالح محمودة فأنت إيش بتقدم لي وإيش بقدم لك. أسلم، خل واصل معك. فأنت إيش بتقدم وأنا إيش بقدم. لكن التعامل مع الله سبحانه وتعالى أمر مختلف تماما.
فلما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون القرآن الكريم يفسر أحيانا القرآن يفسر القرآن، تجيك آية ما تفهمها يأتي آية أخرى تفسرها لك، وأحيانا الحديث يفسر القرآن، أحيانا السنة تفسر القرآن. فلما يأتي يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فلا ضير إن هالرجال اللي جاي هو تعبان ويريد أن يشفيها الله ويملك مال، فأراد هو أن يعني كأنه حال نفسه يقول أنا أستطيع الآن يا ربي أن أساعد هذا أو هذه المرأة، ولا أحد يستطيع مساعدتي إلا أنت يا رب، أنا الفلوس عندي بس ما قدرت يا الله. فالله نظر في حاله وشفاه. لذلك دائما لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالأمور المحسوسة الملموسة، هذه ما يتعامل مع الله فيها، أنت ابذل السبب. ولا يمكن على الله أن يكون شيء كبير، ولا يمكن على الله أن يكون شيء عزيز. يفرج الله همك، يشفيك، يسر كربك، يفرج ما بك. وكم منا هنا أو عبر الشاشات فرج الله عنه كرب ما كان يظن أنه بيروح، الله أكبر، بسبب أحسن الظن بالله. أحسن الظن بربكم وقدموا، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يتصدق ويعطي ويسأل من الله العوض. مشكلتنا أحيانا، وبرجع أتكلم على الجمعية، أن الواحد منا إذا تصدق يحب يسمع كلمة شكرا، فتلقاه يعطي وينظر لتعابير الوجه، انبسط، فرح، والله أسعدته. لا، لا تنتظر رد الجميل. موسى عليه السلام لما سقى للبنتين وش سوى؟ فاء التعقيبية، فتولى إلى الظل، بمعنى أنه ما انتظر شكرا، ما انتظر يقولون والله بيض الله وجهك وانت فزعت لنا وانت رجال وانعم، أبد. خلص موضوعه وراح للشجرة، قال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. فمثل هالجمعية أنا اطلعت حقيقة على برامجها، وعندها تثقيف صحي، وعندها مبادرات توعية وتثقيف، وعندها حالات، وأعتقد أن عندهم التوعية والتثقيف بشكل كبير جدا، رغم أنها فتية تأسست عام 1443، إلا أنها ذات رسالة مهمة. اليوم رؤية 2030 تقوم على جودة الحياة وعلى الصحة، يا سلام، صحة الإنسان، لأنه بدون الصحة ما حقدر أجي أنا سلمت الله يكرمك أقدم معكم وأكون موجود في هالقناة، ولا يقدر الله يوفقه ويمتع بالصحة والعافية أبو عبد العزيز بدون صحة أنه يكون موجود. الصحة أساس، الله يسلم. الطيار ما يطلع بالطيارة إلا في صحته، المهندس لا يشتغل إلا بصحة. إذا صحتك طيبة أمورك طيبة. فمثل هالجمعيات اللي بلا شك تدعم المستشفيات وتدعم القطاع الصحي دورها كبير ودورها مهم جدا المجتمعي ودورها مشرف، ومثل هالجمعيات تتمنى أن تزيد وأن يكون في واحدة وثنتين وثلاث، لأن تتبنى حالات مثل حالتين اللي معنا اليوم. وحلوة حركتكم صراحة، أنه في تنافس، أول مرة أشوف تنافس نبغى الاثنين فايزين. يا سلام، اليوم دائما الكورة في خاسر وفي فايز، حالة اليوم منافستكم كفريقين نبغاكم كلكم فايزين، يا سلام، الحالتين تتقفل. وهذا ليس بغريب على أهل الواقع وليس بغريب على جمهور الواقع، وترون الريال يفرق. ليس بالضرورة أن تقول والله أنا ما عندي 500 ولا عندي 1000 ولا عندي 500,000 للرجال، ريال. وبعض الجمعيات الآن في الحسابات البنكية تقبل الخمسين والثلاثين والأربعين، فبارك الله جهودهم وأسأل الله أن يوفقهم. الله يجزاك خير. طبعا هنا اليوم القهوة فيها حلا، وطبعا الحلا يحمل حلا، والشامخ دائما حاضر معنا، ونشكر الشامخ من فريق دعم علي مناحي على الحلا الجميل اللي غير مستغرب. أمس كان إفطار واليوم مقهوينا، أغناك الله يا الشامخ وبيض الله وجهك ورفع الله قدرك. وناخذ اتصال من أخوي حمد القريني، وحياك الله. الله يحييك أبو عبد العزيز، العشر عليك مباركة. عليك علينا تبارك يا الأمير. وشلونك؟ بشرني عنك. خير يا مال خير، يلا حيه. الله يبقيك. وشلونك؟ شلون ضيفك؟ يا ربي لك الحمد، ضيفي طيب ويسلم عليك. طيب الله يسلمك وياك. وشلونك حيلان معكم؟ أبشرك يصهل. ما شاء الله ما شاء الله. وين عبد الله؟
عبد الله وينه؟ موجود موجود. آمر يا حمد، يا هلا وسهلا. الله يبقيك. حبيت أطمن عليكم وعلى عبد الله. الله يسعدك. عندك مشاركة عن الحالات الصحية، ودك توجه رسالة للمشاهدين؟ والله يا أخوك الصدقة تدفع البلاء للسليم وتشفي المريض. يا سلام عليك، بيض الله وجهك وكتب الله أجرك يا أخوي حمد. وإياك يا أبو عبد العزيز، أكيد عندك 100 نقطة حاب تعطيها أحد من أصدقاء عبد الله ولا العبد الله؟ والله إن كان فيه 100 وزعها عليهم كلهم، وكان مغير واحدة عقهك حيلات. يستاهل يستاهل عبد الله القريني 100 نقطة، وبيض الله وجهك على اتصالك، وحياك الله يا أخوي حمد. ويبيض وجهك يا أبو عبد العزيز، ودعكم الله. يا هلا، سلام عليكم. نرجع للشامخ ونشكره صراحة الشامخ، ونقول يا علي اشكر اشكر الشامخ يا علي. اشكر الشامخ، المايك معك يا علي. اقول الله يبيض وجهه ويطول عمره، والله لا يهين قروب الدعم كلهم، هذه من الشامخ وقروب الدعم كلهم. ما شاء الله، مع كل حال. ما شاء الله تبارك الله. يعني ان شاء الله قروب الدعم شغالين معنا في تويتر وفي الحالات باذن الله. يعني اليوم اليوم نستبشر في تغطية الحالة باذن الله. باذن الله باذن الله. يا سلام يا سلام. طبعا عندنا حالتين، الحالة الأولى هنا أفنان عندها ورم دموي وتشوه شرياني معقد، وقيمة الحالة 220,000. بالمناسبة دكتور أخي جيلاني الشمراني، الدكتور علي الشمراني يقول مجموعة